والله بشوف انه اول شيء المنتخب المصري عنده افضليه، بحس ان الهدف الاول كان في مصر والمباراه الاولى انتهت 1-0، عنده افضليه طبعا في مباراه لانه نتيجه. نجي نتكلم عن المنتخب السنغالي، المدرب الو سيسي يعتبر المباراه دي عباره عن مباراه نهائيه للمنتخب، حيقال طبعا حسب التصريحات الجايه من داكار. انا بشوف انه المنتخب السنغالي قدم مباراه كبيره في القاهره لكن ما احرز اهداف، والمنتخب المصري حافظ على شباكه نظيفه. ما يعيب المصري في المباراه القادمه في داكار، اول حاجه الخط بتاعه بتاع الدفاع الاثنين محمد عبد المنعم للاصابه والعمليه الجراحيه، نتمنى له السلامه حقيقه، وحمد الويشي للكروت تراكم الكروت، فبالتالي انت عندك قلب الدفاع بتاعك في مباراه داكار هيكون مفقودين، فبالتالي انت حتتعامل بلاعبين جداد، يا اما حتلاعب ياسر ابراهيم دخل بديل لمحمد عبد المنعم، وعندك اختاروا علي جبري برضه او علي جابر لاعب بيراميدز، وبرضه جابوا رام ربيعه لاعب الاهلي المصري، فانت حيكون عندك مشكله في التوليفه بين اللاعبين دي لانه ما لعبوا مع بعض وما شاركوا مع وجود لعيبه محترفين. بالنسبه للمنتخب السنغالي انا بشوف التشكيله اللي حيبدا بها المنتخب المصري في المباراه القادمه حيكون عندك جبر على اليمين بدل محمد عبد المنعم، حيلعب ياسر ابراهيم، وبدل الويشي حيلعب يا اما رامي ربيعه او علي جبر، وانا بشوف علي جبري هو الاقرب، حيلعب فتوح في المنتصف ما حيغير شيء، حيلعب فتحي والنني والسليه ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى فتحي، هو التشكيل 4-2-3-1 كروش. لكن انا حاشوف انه المنتخب المصري القوه بتاعته حتكون في المنتصف، ليه؟ لانه انت عايز تمسك الكره تمتص حماس لعيبه السنغال، لانه السنغال هيجي اول ربع ساعه بانفعال وجايين حيضغطوا عالي كويس على المنتخب المصري والدعم الجماهيري، وقالوا سيسي اعلن انه لازم عايزين مؤازره جماهيريه كبيره، فحيكون المستاد مليء على بكره ابيه، فبالتالي حيكون في مؤازره جماهيريه، فالمنتخب المصري لازم يمتص الحماس بالنسبه للاعبي السنغال بالتمريرات البسيطه، بالصبر على الكره، بمرحله الكره.